خلينا متفقين ان عالم السيارات ابتدى يبقى ممل سيكا، كله بقى بيتجه الى الطاقه البديله، الكهرباء، الهايبريد، الحاجات وبقت مكانس ماشيه كلها مكانس وعارفه بعضيها، ما بقاش في حاجات زي الحاجات الحلوه الاموره دي. ولكن من حسن حظنا ان في شركات بتعرف كويس قوي تواكب التطورات من غير ما تفقد الحماس والشغف، لان احنا فقدناه، لكن هم بيعرفوا ازاي يواكبوه ويخلوه موجود. زي مين؟ زي فراري. يعني شركه فراري شركه زي ما انتم شايفين بتعمل بلاوي سودا طول عمرها، ولكن لما قرروا يخشوا في عالم الهايبريد والتوفير عملوا شيء زي كده. يعني خليني ابقى اوريكم برضو اديكم فكره، دي حاجه زي دي مثلا اسمها ايه بقى، القطقوطه دي اللي عملوها اسمها فيراري 296 جي تي بي. دي فكره فيراري عن مواكبه التطور والاقتصاد في الاستهلاك. العربيه دي 6 سلندر، ودي اول مره يعملوا 6 سلندر من زمن، طول عمرهم بيعملوا 8 سلندر و12، فعملوا عربيه 6 سلندر بموتور كهرباء، وده فكرتهم عن التوفير. فخليني اوريكم المصيبه السوداء اللي واقفه جنبي دي بتوفر ازاي وعامله ازاي، علشان يعني موسم الرياض هنروح منه فين. قلت لكم تعالوا خدكم بقى في جوله مع العربيه دي. دي احدث او من احدث عربيات فيراري اللي اطلقوها مؤخرا، وهي ستايل جديد وشكل جديد ونظام جديد خالص. دي اسمها فيراري 296 جي تي بي، ودي اول عربيه فيراري يعملوها 6 سلندر من حوالي 65 سنه. يعني زي ما قلت لكم هم دايما بيعملوا 8 و12، لكن من 65 سنه كان عندهم فيراري دينو 6 سلندر صغيره كده، وبعدين ايه وقفوا 6 سلندر خالص لغايه دلوقتي لما دخل علينا بقى ايه الكهرباء والقرف اللي احنا فيه. ولكن هم شاركوا في القرف ده بشكل جميل الحقيقه. لو ما تركز في العربيه طبعا شويه تفاصيل حكيها لكم جباره. عملوها ازاي بقى العربيه دي؟ دي عربيه فيها موتور بنزين 6 سلندر 3000 سي سي موجود ميد انجن ورا الكرسيين اللي هم دول، ومعاها موتورين كهرباء محطوطين ورا خالص عند العجل الوراني. فهي عربيه هايبريد، وهي تكمله للسلسله اللي بداتها فيراري مع العربيه اسمها اس اف 90. دي كانت عربيه برضو هايبريد بس دفع رباعي، دي خلفي. زي ما انتم شايفين العربيه كتصميم تصميم مختلف شويه. بمعنى ايه مختلف؟ يعني ما تفهموش في الاول. العربيه دي اول ما نزلت الاول في الصور انا ما كنتش فاهم هي حلوه ولا وحشه ولا وضعها ايه بالظبط، ومش عارف هي كبيره ولا صغيره، لكن هي فيها ايحاءات كتيره من عربيات مختلفه. يعني لو ركزت في العربيه كتصميم هي فيها سن ريترو. ريترو ده يعني واخده حاجات من القديم. يعني مثلا لما نرجع كده نبص هتلاقي ان الجزئيه اللي ورا دي مستوحاه من الفيراري دينو الاول قوي، يعني العربيه الدينو القديمه بتاعت زمان نفس الحاجه. والديزاين اوفرول من العربيات الجميله، يعني دي تعتبر من وجهه نظري من اجمل وانضف التصاميم اللي فيراري عملوها من ايام ال 458. يعني كل الجديد بعد كده ال 488 عنفوها، الاف 8 بقت حاجات كتيره قوي، لا دي كلين ديزاين بيسموه، اللي هو ايه تحس ان هي ايه انسيابيه كده. وبعدين بقى الحقيقه لما بتبص على العربيه دي وتشوفها كويس، هي الويل بيس بتاعها او قاعده العجلات قصيره جدا. دي تعتبر اقصر قاعده عجلات من ايام الفيراري ال 360 مودنا. العربيه صغيره وحندوقه وفندوقه، بس بقى لما اخش لكم في النقطه الجايه على الارقام ما تصدقوش ان الحندوقه دي بتهبل الهبل ده، لسه سايقها من شويه كنت هعملها على روحي. الجديد بقى في العربيه دي هو نظام التشغيل بتاعها او الدرايف ترين بتاع العربيه، مختلف عن اي حاجه شفتوها من فيراري قبل كده، لان زي ما قلت لكم هي فيها موتور 3000 سي سي 6 سلندر توين تربو، ومعاه موتورين كهرباء للعجل الوراني ده. فالتوتال اوتبوت او القوه المجمله للمنظومه دي بتطلع كام بقى؟ 820 حصان و740 نيوتن تقريبا. كل ده متوصل لعجل وراني. تعالوا اوريكم الموتور عشان معايا المفتاح، فانا يعني اوريكم الموتور. بتفتح كده بالاكره الغريبه، وبعد كده ايه في هنا زرار كده بتروح فاتح ايه البتاع. بصوا بقى الموتور عامل ازاي. ده غطى الموتور، بصوا كله ازاز، كله ازاز اهو. ده موتور 6 سلندر 3000 سي سي توين تربو، وزي ما قلت لكم لو تاخدوا بالكم في ايه السويدي للكابلات موجود هنا اهو، في كابلات كده كهرباء مع ان في موتورين. ففي الاخر زي ما قلت لكم 820 حصان و740 نيوتن. والفكره ان الشيء ده متوصل بفتيس 8 نقلات دي سي تي دول كلتش، والباور ده كله رايح على العجل وراني في عربيه وزنها 1455 كيلو. خلي بالكم اي عربيه هايبرد بتبقى تقيله، لكن هم قدروا بالكومباكت ديزاين اللي هم عاملينه ده. استنى بس ما نقفل الكبوت، لا الازاز يطرشق.
قفل قفل عاملين الديزاين الكومباك ده مع الومنيوم بودي واستخدام حاجات كتيره زي كاربون فايبر والومنيوم في العربيه. وزنها 1455 كيلو فطبعا هي خفيفه. بتتسارع بقى من 0 ل 100 وحطوا في اعتباركم ان دي عربيه خلفي. بتتسارع من 0 ل 100 في ثانيتين و8 من عشره. يعني ما تسالنيش هو بتعرف تحط الباور ده على الارض ازاي. وبتوصل لسرعه قصوى 330 كيلو في الساعه. العربيه دي طياره بتجيب من 100 ل 200 في 4 ثواني ونص. الحته دي مخصوص لشباب ال 40 عشان هم بيقعدوا يقول لك ايه دي كلبه دي بتجيب. فهي بتجيب من 100 ل 200 في 4 ثواني ونص. اعتقد ان الرقم ده هو الرقم اللي كل شباب ال 40 بيحلموا يجيبوه. دي بتجيبه ستوك زي ما هي كده. فطبعا من العربيات اللي لما تقضي وقت جنبها تحبها زياده. انا ابتديت احبها زياده اكتر من ما انا كنت بحبها. من الاشياء التي تميز العربيه دي برضو في تصميم الموتور بتاعها هو الفي 6. هي حته تقنيه جدا انا والله العظيم فاهمها بالعافيه بس هحاول افهمها لكم. ان الفي 6 هم عاملينه بزاويه 120 درجه ماشي. تفهموا انتوا ايه من ده او انا فاهم انا ايه من ده ولا حاجه. بس هو الفكره ان ال 120 درجه ده هم عاملين تربوهات معينه محطوطه في الفي نفسه. المهم كل القصه يعني اللي انا بحاول اشرحها لكم دي ان معموله بديزاين يخلي ان ما فيهاش حاجه اسمها تربو لاج. اي عربيه فيها تربو بيبقى فيها حاجه اسمها تربو لاج. التربو لاج ده اللي هو ايه؟ انك تدوس بنزين فتلاقي العربيه يعني بتاخد لايك نص ثانيه كده لايك نص ثانيه وبعد كده تبدا تنطلق. دي بقى ما فيهاش الحته دي. هي تربو بس زيرو تربو لاج. فالعربيه ريسبونسيف جدا بسبب التصميم بتاع الفي اللي هم عاملينه والتربوهات اللي جوه. قصه كده غريبه يعني. وده كمان مساعد على ان يعني مكان التربوهات ده مساعد ان العربيه تبقى مركز الثقل بتاعها اللي هو السنتر اوف جرافيتي واطي. فيعني هم مهتمين جدا العربيه تبقى كسواقه هاندلنج جميل شورت ويل بيز لو سنتر اوف جرافيتي. فالموضوع جميل ومحترم. من الحاجات برده الثانيه اللي بتميز هذا الموتور ان الموتور ده بيطلع من غير كهرباء 654 حصان تقريبا. وده بيخليه اكتر موتور في العالم بيطلع حصنه على اللتر. يعني زمان كان العربيه الاي 45 ام جي كان معاها الريكورد ده ان هي كانت اكتر موتور بيطلع حصنه على ال 1000 سي سي. فده بقى حاليا دلوقتي اعلى اللي هو بيجيب مش عارف كام 200 وكام في ال 1000 مش فاكر. استنى ابص مش فاكر كان بيجيب كام في ال 1000. بيجيب 218 حصان بير لتر. 218 حصان. فده يعتبر اكتر موتور في العالم بيطلع قوه حصانيه على اللتر على اللتر اللي هو ال 1000 سي سي. وبعدين بقى بعد كل الهبل الاسود اللي انتوا سامعينه ده العربيه دي بتقدر بسبب ان هي هايبريد ان هي تمشي لمسافه 25 كيلو على الكهرباء بس. يعني تخيل يبقى عندك المنظر ده في البيت بس مثلا لو مش عايز ايه تصحي الجيران وانت بتدور الصبح بصوتها العالي بتاع الستة سلندر اللي لسه هسمعه لكم. تقدر تمشي بيها لمسافه 25 كيلو على الكهرباء بس زي التسلا. الله يحرقها مطرح ما راحت. فمتكامله متكامله اعتقد. النقطة اللي جاية دي حابب اخدكم بقى في نقطة هبدية. يعني هي مش هبدية بس انا يعني همشيلكم معاها كده ويا رب افتكر كل التفاصيل لان عايز اتكلم معاكم عن ايروداينامكس العربية. العربية برضو معمولة بتصميم كلين وفي نفس الوقت لازم تبرد الاشياء. فهي صعب جدا انك تعمل عربية فيها كلين ديزاين يعني ما فيهاش فتحات ما فيهاش سبويلرات بس في نفس الوقت فيها داون فورس اللي هو ثبات على السرعات العالية. لكن لو بصينا الوش مثلا بتاع العربية ال 296 هتلاقي فتحات تحت الاشارة بتاعت الفانوس او تحت الدي تايم. فتحات طبعا بتغذي الى شيء معين طبعا مع سبليتر اللي معمول في النص ده. وبعدين لو جينا هنا في جنب العربيه هتلاقي زي ما قلت لكم الكلين ديزاين ده ولكن عندك فيه هنا فتحه كبيره عشان خاطر تدخل هواء للمنظومه الستة سلندر الجديده دي. وبعد كده هنا فيها زي سبويلر بيقولوا بس انا مش عارف هو بيفتح فين اعتقد ان هو ده. المهم يعني ان المنظومه الجميله مع الديفيوزر العنيف ده بيخلي العربيه يبقى فيها داون فورس حوالي وزن 100 كيلو على العربيه بالرغم ان هي اصلا الديزاين بتاعها كلين وانسيابي. فكايرو دايناميك افشنسي هم ما بخلوش الحقيقه. خليني دلوقتي بقى اخدكم في جوله من داخل السياره. طبعا انا عايز اوريكم الاول انا المفتاح في جيبي. الاكره دايما بتاعت الفرايز الجميله بتدخلها لجوه كده تزق الباب لبره بيفتح كده وبيبقى جميل. طبعا المقصوره الداخليه لازم تشوفوها لان هي جميله. ثانيه واحده بس اخش عشان انا كل مره بيجي لي فتاء وانا داخل العربيه دي لان واطيه شويه. الله الله يا لهوي يما خطيره خطيره. خلونا بس الايه الاول لما تيجي تدور العربيه دي اول حاجه بتدوس فرامل الانجن ستارت بيبقى هنا. فانت بتدوس بتشتغل هي ايه ككهرباء بس يعني هي كده دايره واخدين بالكو. انا بحاول ادورها لان انا مش عارف انا كده بفصل وادور. عايز ادور بقى الموتور البنزين بقى دور لي بقى موتور البنزين. هي كده على الكهرباء انا مش عايز كهرباء انا عايز ادي ادي قال له قال له قال له الله اكبر طبعا. وبعدين عايز تكييف الجو حر الجو حرر فجاه اتوترت
طبعا المكسوره الداخليه مستوحاه من الاسف 90 اللي هو ما حدش شافها برضو. انا نفسي ما قعدتش في الاسف 90 قبل كده، ولكن هي درايفر سنترد قوي. الفراريز كلها بقت معموله كده ان انت تبقى قاعد اكنك انت ما فيش حد معاك في العربيه اصلا، الكوكبيت باصص لك انت بس. انت عندك هنا التكييف، هنا فتحات التكييف بصالك، الاثنين اللي جنبك ده اللي فتح التكييف واحده زي الكلب يقعد ما يفتحش بوق. كل حاجه بقى بتعملها بالطاره، يعني انت عندك هنا الشيفت لايتس، عندك هنا الاشارات يمين وشمال، ده اللي هو الاي اس سي المانيتينو سويتش بتاع العربيه، ده اللي هو بيغير بقى في التراكشن كنترول. المساحات من هنا، بتقلب نور من هنا، والبدلات هنا، فانت كل حاجه هنا. وبعدين طبعا عندك وحده تحكم الفتيس اللي هي معموله بشكل لذيذ بيفكرك بالفتايس المانيوال اللي هي الجيتد اللي هي كانت زمان بيبقى فيها حارات كده، هم عاملينها نفس المنظر بس بتختار كده ايه مانيوال اوتوماتيك مش عارف ايه هكذا. وطبعا اي نعم اللي قاعد جنبك ما يعني ما بيعملش حاجه، لكن في نفس الوقت مدين له شاشه يقدر يتحكم في شويه حاجات، يعني بيشوف برده العداد وبيشوف حاجات كده. عاملين له شاشه دي لوحده تاتش سكرين يعني يقعد ايه يدوس عليها كده مع طبعا الكراسي. فالعربيه ككواليتي جامده جدا وفيها ساوند سيستم جي بي ال وبتاع، ولكن هي درايفر سنترد قوي، درايفر فوكس بصالك قوي يعني. وبعدين انت من جوه بتبقى حاسس ان انت راكب حاجه للسواقه فقط لا غير، وده حاجه من اللي بتميز العربيات بتاعت فيراري، ان انت مفيش ديستراكشن، مفيش حد بيلخمك عن حاجه، انت مركز قوي في اللي انت بتعمله، وده شيء عجبني. وحتى حتى الشماسه عجباني يعني، مش معقول. طبعا بقى النقطه دي مهمه جدا في الفيديو، ان انا عايز اسمعكم صوتها بس. طبعا اعتقد هيبقى فيها سوفت ليميتر، بس يعني احاول اسمعكم وانا هفتح الباب ونحاول ندوس وتسمعوا الصوت عامل ازاي. وما فيهاش سوفت ليميتر، صوتها حلو. دي 6 سلندر، خلي بالك اصل الصوت اشتغلوا عليه الموضوع، الصوت ده هفهمه هشرح لكم انا. العربيه دي ايه بقى وضعها عشان افهمكم بس، لما عملوا 6 سلندر ناس كتير كانت خايفه من موضوع الصوت، ولكن فيراري طبعا مش هبل يعني، هم اي نعم طلعوا هبل شويه في الفي 8 لان صوت الفي 8 بتاعهم التوين تربو كان سخيف، ولكن هم قدروا يطلعوا من الموتور ده بسبب الديزاين الغريب بتاعه والفي والتربوهات والحاجات دي، بقى لك اسمه ميني في 12. يعني عندهم الموتور ال 12 سلندر هو صوته شبه الفي 12 شويه، وحتى لو تسمعوا بصوا يعني هو كمان هيبان في الدوس اكتر، بس مش هينفع ندوس. ليه بقى؟ لان احنا هنا في موسم الرياض حوالينا فوق ال 500 عربيه، اقل واحده فيهم مثلا ممكن تبقى ب 500000 ريال، فلو راحت مني ودخلت هتبقى مصيبه صوت، هرجع لكم متكيس، فمش هينفع. فبس حبيت اسمعكم الصوت. دي كانت جوله سريعه مع العربيه الفيراري ال 296 من احدث ابناء وبنات فيراري، وعربيه قلنا نسخن بيها من موسم الرياض اللي احنا فيه. ويعني عايز اقول لكم ده احنا بس بنسخن، انا بس هديكم فكره الموقف اللي انا فيه دلوقتي، ان ده مفتاح العربيه ال 296 ومعايا على الترابيزه هناك مفاتيح العربيات دي كلها، مش الفيراري بس، كل حاجه احنا فيها معايا مفاتيحها. فده شبه احلام العصاري اللي انا فيه ده دلوقتي، وعارف انت الاكل حتى الاشباع، انا مش عارف هلحق امتى، يعني عارف لما معاك العربيات دي كلها بس مش عارف هتلحق تصورها امتى، فدي كارثه سودا وحلت على رفوخي، انا مش عارف احلها ازاي. بس دي كانت 296، وهسيبكم عشان الحق اصور حاجه تانية بسرعه يعني عشان مفيش وقت.